تخيل ربنا لما جه يتكلم عن حاجة مهمة في القرآن سبقها بقسم، أكثر سبقها بقسمين، لما جه يتكلم عن النفس سبقها ب 11 قسم، 11 قسم قبلها، والشمس وضحاها اسمها هو القسم، ونفس وما سواها، ألهمها إيه؟ فجورها وتقواها، يعني قدم الفجور على التقوى، يعني الأصل في النفس إنها إيه؟ تفجر على مين؟ على صاحبها. فطول ما انت قاعده تجي لك حاجه اسمها النيجاتيف اوتوماتيك ثوتس، الافكار الاليه السلبيه التلقائيه، انك وانت قاعده دلوقتي الان على اولادك ايه اللي حصل لهم، طب اخلص واكلمهم، الان على نفسك، الان على ان احنا ممكن نكون لا ما قدمناش اللي المفروض نعمله، طول الوقت عندي افكار سلبيه. واسالي اي حد قاعد سرحان، في الغالب تلتين الناس